وفي سياق متصل عقد الاجتماع الثاني للجنة البحرينية الهندية المشتركة برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ومعالي السيدة سوشوما سواراج، حيث أكد معالي وزير الخارجية أن مملكة البحرين وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تاريخية ومتجذرة أدت إلى التقارب بين البلدين وشعبيهما، وأن زيارات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله لجمهورية الهند، فتحت آفاقا أوسع للتعاون المشترك. وأثنى معالي وزير الخارجية على إسهامات الجالية الهندية في تقدم وتطور مملكة البحرين وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بالدعم المتبادل بين البلدين في كل المجالات وبدور جمهورية الهند في تقدم المصالح المشتركة في الأمن والسلم والتطور إقليميا وعالميا. وأكد معالي وزير الخارجية أن البلدين يوليان أهمية كبرى للاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بشأن التعاون المشترك، وأن الاجتماع الثاني للجنة البحرينية الهندية المشتركة سيكون له أثر إيجابي في تقوية العلاقات بين البلدين الصديقين في كل المجالات. من جانبها أكدت معالي السيدة سوشما سواراج حرص حكومة جمهورية الهند على تعزيز العلاقات مع مملكة البحرين، منوهة بالإرادة المشتركة للارتقاء بهذه العلاقات وما تتسم به من تقدم مستمر في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والتواصل الاجتماعي بين البلدين. وأشارت معالي السيدة سوشما سواراج بما تحظى به الجالية الهندية في مملكة البحرين من رعاية وتقدير على أعلى المستويات، معربة عن تطلعها للمضي قدما بعلاقات الصداقة مع مملكة البحرين بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. هذا وقد قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ومعالي السيدة سوشما سواراج بالتوقيع على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الرسمية، ومذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند حول التعاون في مجال الرعاية الصحية. وقد صدر عن الاجتماع الثاني للجنة البحرينية الهندية المشتركة بيانا أدان فيه الجانبان الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأكدا الاتفاق على العمل معا في مجال تقنية الفضاء واستكشاف القيام بترتيبات للتعاون بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء الهندية، والاستفادة من الخبرات الهندية المنخفضة التكاليف في تشغيل وإطلاق الأقمار الصناعية ومجالات فضائية أخرى. كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للجنة البحرينية الهندية المشتركة في مدينة نيودلهي.